هسألك سؤالين عن تكوين. أول سؤال، إيه رأيك في الفكرة نفسها، في فكرة التكوين نفسها؟ تاني سؤال، إيه رأيك في الناس اللي بتمثل تكوين؟ شوف عشان أكون أمين معاك، أنا مؤمن إنه التغيير لابد أن يرتبط بتحول ثقافي. ما تقدريش كده تقولي تعليمات أنا هعمل كتاب فتتبعني الناس، لا. يعني لما علي عبد الرازق حب يقاوم فكرة الخلافة طلع كتاب صغير كده الإسلام وأصول الحكم، كان له تأثير كبير جدا. فالريادة أو التبشير بأفكار معينة بتؤدي إلى نتائج ضخمة ورائعة. ولكن في الحالة بتاع التكوين كان شكلها أولا صادم، العناصر الموجودة ليس عليها إجماع، عناصر كويسة وكل حاجة وكلهم أصدقائي يعني شخصيا، إنما معروف إن إبراهيم عيسى رجل صدمات كهربائية للتغيير عايز يفوق. يوسف زيدان من يام عزازيل وحديثه عن المسجد الأقصى وحديثه عن صلاح الدين، كل دي حاجات جديدة. هم عايزين يقولوا إن إحنا لا نقبل بالسوابق ولكننا نناقش الأفكار إذ لا توجد مسلمات. مثل هذا النمط من التفكير لسه لم يعد مقبولا، مش بالسهولة دي. أخونا إسلام البحيري ده اتسجن شوية من أجل أفكاره. فأنا عايز أقول لك الشخوص بالإضافة إلى الظروف بتعمل نوع من الارتباك. لو كان أشخاص أخرى، لو كان ناس تانية هي اللي طلعت بتتكلم عن تكوين أو بتمثل تكوين، ويكون الأشخاص دول ليهم خلفية دينية بشكل كبير، كان ممكن الناس تتقبل الموضوع؟ لو واحد زي سعد الهلالي اللي بيتكلم، دكتور سعد الدين الهلالي، راجل عالم او غيره حتى من الاساس، والازهر فيه تيار رشيد برضه. انا عايز اقول لحضرتك مظبوط صح، والامام الاكبر ده استاذ فلسفه اسلاميه طبعا، ودرس طبعاً في باريس طبعا، فلديه عقل يفكر به جيدا. لماذا يرفض الازهر تجديد الخطاب بالدين؟ مش بيرفض، هو بيقول لك انت ما تجيش تصدر لي افكارك وتيجي تقول لي خطاب الديني. لكن انا كنت في الاسبوع اللي فات دعاني فضيلة وزير الأوقاف للتحدث، وكان موجود هو أمام حاجة اسمها أكاديمية الأوقاف في 6 أكتوبر، بعيد قوي، مشوار جامد قوي عليا. رحت هناك يوميها فوجئت أن هناك لغة جديدة وأفكار مختلفة تحترم الثوابت ولكنها تتقدم نحو الإسلام. كان مرة الملك حسين قال تعبير مهم جدا، قال إننا لا نعود إلى الإسلام، إننا نتقدم نحوه، فلقد سبقنا في اشياء كثيره جدا. قال اشمعنى انت بتختار وبتنقي؟ اشمعنى ارضاع الكبير تقول لي هو ده الاسلام؟ بدا كلام. ما في عندك العداله الاجتماعيه، اللي القران اللي بيقول وقال ابراهيم الذي وفى الا تزر وازره وزر اخرى، مفيش حد يشيل ذنب حد. الله، حاجات كثيره جدا في الاسلام. الاسلام حافل ببضاعه عصريه جيده، حقوق الانسان في الاسلام، ده حقوق الحيوان اللي عذبت امرأة في هرة طبعا، فانت عارفة حقوق المرأة، حقوق المرأة مش عارفة تاخدها دلوقتي قوانين الأحوال الشخصية. طب ايه رأيك بقى؟ انا هقول لك حاجة. بعد ثورة 25 يناير على طول دعا الإمام الأكبر مجموعة من المثقفين، كنت أنا منهم، وجابر عصفور وصلاح فضل الله يرحمهم والدكتور زعزوع الله يرحمه أيضا، ومجموعة من المسلمين والمسيحيين. كان فيهم مسيحيين أيضا، أيوه، منى مكرم عبيد وآخرين وإلى آخره، وتناقشنا في قضايا الفن، دور المرأة، وصدرت كتيبات عن دراسات مستفيضة جدا حول هذه الموضوعات. والغريب أن هذا الأمر يعني توارى بعد فترة قصيرة جدا، لأن في يعني زي أنت ألمحت في كلامك في تيار سلفي داخل الأزهر أيضا، عشان نكون صادقين، مش كله تيار ليبرالي متفهم لروح العصر. قد يكون الإمام الأكبر كذلك، ولكنه أيضا يعلم أن هناك دوائر متشددة داخل الأزهر الشريف. ولا بأس، لأن الأزهر برضو بيعصم الأمة العربية والإسلامية من كثير من الأخطاء. أكيد. أنا وأنا سفير في فيينا وزيرة الخارجية بعتت لي وقالت لي عايزين ننشئ أكاديمية إسلامية في فيينا على حساب الدولة النمساوية، شريطة أن يقودها ويشرف عليها الأزهر الشريف، بما في ذلك مرتبات الأساتذة، مساكنهم، دراستهم إلى آخره. ففي احترام لهذه الجامعة جدا. يعني حضرتك مش ضد فكرة تكوين المبدأ نفسه؟ لا، مبدأ حرية، لا مبدأ حرية التفكير، لكن حضرتك ممكن تكون ضد
الناس اللي بتمثل تكوين في الوقت ده. مش الناس مش ضدهم هم، انا ناس بعتز بيهم جدا. مش بتكلم ان ضدهم شخصيا، ضد ظهورهم للناس لانه الناس مش بتتقبل. لا يعني برضو هل هم دول الاشخاص اللي ممكن يمثلوا الدين او يتكلموا عن تمجيد يعني الخطاب الديني؟ ما تعملش تمهيد مثلا، كانوا يقول لك تمهيد، نحن ندعو الامام الاكبر الى ان يستقبلنا في حديث مفتوح حول مستقبل العالم الاسلامي، حول مستقبل الاسلاموفوبيا ودرجه العداء المتشدد تجاه الاسلام في العالم. الاسلام الان بيخضع لحصار شديد جدا في الدول الغربيه وفي الولايات المتحده الامريكيه، وعند واحد زي ترامب لو جه في ناس كثيره بتفكر بطريقه مختلفه جدا. السؤال هنا يا فضيله الامام، هل من رؤيه للازهر الشريف؟ هو لديه رؤيه، لانه حتى تحرك دوليا جدا، من اول مشاكل اللي في ميانمار لغايه المشاكل اللي موجوده في العالم الاسلامي في الخليج في مصر الى اخره، وعمل علاقه وثيقه جدا مع الكنيسه الكاثوليكيه. فلا باس من هذا. اخيرا في موضوع تكوين، هل شايف انه من الصح ان الناس اللي طلعت تمثل تكوين هم الاشخاص الصح اللي يتكلموا عن تجديد الخطاب الديني؟ هل هم ينفعوا يتكلموا عن تجديد الخطاب الديني؟ هل عندهم الخبره؟ لا، لهم مواقف حدية وأخذت على بعضهم تصريحات غير مقبولة لدى كثير من التيارات الدينية. إذا ما ينفعش يعني ما ينفعش هم اللي يمثلوا تجديد الخطاب الديني، أو مش لأسباب عقلية وعقلانية، محتاجة لتمهيد. ما تخشش في التغييرات الثقافية والفكرية في عقل الإنسان في التركيبة، ما تفكش التركيبة دي وتجيب تركيبة جديدة فجأة، ما يحصلش الكلام ده. لو بتعمل قرار اقتصادي، قرار سياسي، قرار عسكري، لكن القرار المتصل بالإنسان بيحتاج إلى تمهيد طويل. يعني قصدي أقول لحضرتك إيه، هل ينفع أديب أو باحث يتكلم في شؤون الدين وفي صحيح الدين ويقول إيه هي الثوابت ومش إيه هي الثوابت، أو يجدد؟ مش لازم يكون عنده علم دارس؟ صحيح، أنا امبارح كنت بشوف مناظرة لأحد رجال الأزهر مع أحد الإعلاميين المصريين الكبار. أيوة شفتها. شفتيها. طيب. وقال له كل الكلام ده مردود عليه. ابن هشام ما قالش كده، وفلان ما ابن كده، وابن عربي ما قالش كده. فإحنا برضو هما جايبين لنا كلام انتقائي. تعرف الخطورة إيه يا ستي؟ إنه أنت بتنتقي ما تريد ليخدم أهدافك للوصول إلى نتائج معينة. وهذا ليس البحث العلمي أبدا. بالظبط. البحث العلمي قل ما لك وما عليك. وكمان المفروض يكون يعني اللقاء اللي حضرتك بتتكلم عنه ده كان المفروض يكون فيه تجديد في الخطاب في اللقاء نفسه. يعني في لغه جديده. لا ما فيش. عشان توصل للناس كلها، عشان توصل للشباب اللي بيتفرجوا عليه. بس انا عايز اقول لك برضه، الرئيس المصري هو من بشر بالتجديد قبل حتى الدول العربيه الاخرى، قبل السعوديه وقبل غيره. من اول ما تولى. صح. من 10 سنوات. صح. وهو يتحدث عن تجديد الخطاب الديني. انما كل واحد بياخده من زاويته. لا تجدي ابدا تصور شامل كامل لهذا التجديد. يعني يقول لك ايه، مراجعه المناهج الازهريه ومش عارف طبيعه الدراسه الموجوده. تفتكر هيحصل التجديد في مصر ولا لا؟ تجديد الخطاب الديني بس لازم بشكل كامل، لازم يمدع عند المنبع. عندما كنت مديرا لمكتبه الاسكندريه اتخذت قرارا بان احنا مش هنروح المعاهد الدينيه، احنا هنجيب المعاهد الدينيه المكتبه. ايوه. وكنا بنجيبهم هناك ييجوا يشوفوا سينما وقبة سماوية ومتاحف وجلسات موسيقى. كان بيجي لهم، تبص تلاقي الولد من دول عمال يعمل كده، شيء لم يره من قبل. يعني شايف انه لو هيحصل تجديد لازم يحصل من الازهر. لازم يعني شوفي، الاسلام قلعته الازهر، ولا يمكن التعامل مع الاسلام في مصر بعيدا عن الازهر.